إذن سيداتي سادتي، مرحبا بكم من جديد. معكم طارق من قناة ديالكم ديال افيل. كما صارت العادة كنجيب لكم عروض عقارية اللي هي مختلفة، ولكن اليوم جيت لواحد الحدث عقاري باش نشوفوا شنو كاين فيه من جديد من ناحية ديال العقار. الحدث العقاري اللي غادي تشوفوا معايا هو كاين واحد المعرض كاين في اونفا بارك، كيتشوف في اونفا بارك معرض ديال العقار اللي فيه مجموعة من المنعشين العقاريين، مجموعة من الشركات ومن المطورين العقاريين اللي حاطين مثلا المنتوج ديالهم اللي هما عبارة سواء عن شقق سواء عن فيلات اللي حاطينهم للبيع. إذا غادي نشوفوا، غادي ندخل معكم لهذا المعرض. هذا المعرض راه كيتواجد بالضبط في اونفا بارك. راه اللي ما عرفوش راه يكتب غير جوجل مابس اونفا بارك اكازا يجي ويشوف هذا المعرض. هذا كنقول لكم بقاو معايا، غادي ندخلوا المعرض لداخل وغادي تشوفوا معايا كل شيء في هذا المعرض ان شاء الله. هما اعزائي المشاهدين، راه عندي معرض اللي هنا، معرض اللي هو كبير، راه ماشي معرض اللي هو صغير، معرض اللي كبير اللي خاص الانسان يجي يشوفه لربما يلقى داك الشيء اللي تيقلب عليه في هذا المعرض. هذا من شقق كما قلت لكم، راه ماشي اونيفو ديال الدار البيضاء فقط. راه هذا المعرض هذا اللي راني فيه اليوم راه اونيفو نقدر نقولوا، راه كاين مثلا كما شفت دابا عاد كاينين في مراكش وكاين حتى شي حاجه في فاس، وغادي ندخل وغادي نقلب لكم وحده بوحده شكون هما لي زيكسبوزون اللي حاطين في لا ريجون كاملين. اذا سيداتي سادتي، قبل ما غادي ندوز باش غادي ندخل المعرض وغادي نشرح لكم شكون هما لي زيكسبوزون اللي كاينين في هذا المعرض هذا اللي سميتو ايمو اكسبو، هو دايره افيتو باي افيتو هي راه باينه هنايا. عندنا باش نهضروا على لي زيكسبوزون، شكون هما الناس اللي كاينين عارضين في هذا المعرض هذا. كاينين زيدكم حتى حوايج اخرين لاحظت هي في هذا المعرض هذا، هي ان عندنا مثلا حتى الابناك. باش عربينا المعرض راه معرض اللي مهم ومعرض اللي خاص الانسان يجي يشوفه، لربما كما كنقولوا ليه ميزات. دابا الوقيته ديال لي ميزات في الاخير ديال العام، لربما الانسان يلقى ذاك العقار اللي كان كيقلب عليه. مثلا لي بارتنير ميديا كاينه لو ماتان، كاينه راديو اصوات تيل كيل، كاين لو سيت انفو لا فيكو و لو سيت كاين شانتي دو ماروك بوايم. المهم كاينو كاين حتى دي سبونسور باغ اكزومبل عندنا لا سي جي واخا و الصفا ولا بيت الصفا. اذن سيداتي سادتي، مرحبا بكم مره اخرى مع طارق في قناتكم افيل. كما كنقول ديما كنجيب لكم لي ميزات اللي واعرين. اليوم جايب لكم شي حاجه ناضيه، جايب لكم شي حاجه اللي تتقلبوا عليها على بعد تقريبا 31 ولا 35 دقيقه لمدينه الدار البيضاء. جايب لكم واحد المشروع اللي ديال شركه ديال حدائق الساحل، المشروع اللي هو كبير فيه اراضي وفيه شقق اللي هما واجدين، وماشي غير هادشي، فيه كذلك مساحات خضراء 4 ديال الهكتارات كلها مساحات خضراء. فين كاين هادشي؟ كاين في حد السوال. انتم كتشوفوا معايا الفيديو اللي حاطين هما، هذا هو الفيديو ديالهم، وهادشي راه غير راه كاين على ارض الواقع. فيه مثلا النخيلات ديالهم، عندهم واحد العدد اللي هو كثير ديال النخيل، عندهم ان اسباس فيغ كما كنقولوا، ولا مساحه خضراء ديال 4 ديال الزكتار. وماشي غير هادشي، كم راه غادي نوريكم الهمزه ديال اليوم هي عندهم شقق اللي هما واجدين ب 25 مليون، واللي زوين فيهم هي المصاريف ديال التحفيظ وديال التسجيل وديال الموثق عاطينهم لك فابور. نعم اسيدي، من هنا حتى ل 31 دو جامبر. اذا هي معايا السيده اللي غادي تحاول ما يمكن غادي تجاوبني على بعض الاسئله، غادي نسولها على هذا المشروع هذا. كما كتشوفوا معايا لا ماكيت المشروع هو هذا. دن استاذه، واش ممكن انني نطرح لك بعض الاسئله اللي غادي يعرفوهم الناس والمشاهدين ديالنا باش يعرفوهم؟ هذا المشروع هذا البلاصه بالضبط فين كيتواجد؟ الوغ او فيت البروجي ديالنا كاين في حد سوالم، واحد 1 كيلومتر ونص على السونتر ديال حد سوالم، كاينين اون فاس مع لوطوغوت. الوغ اي سو كومبوز ديال عندنا اون فيت تو، عندنا لي ار بلس 2 لي ار بلس 3 و لي ار بلس 4. لي ار بلس 2 كيبقاو ابيتاسيون فيهم 101 متر كاري، هما اللي ديغيغ لا موسكي. عندنا لي ار بلس 3 كوميرسيال هما لا بارتي بلو، وعندنا لي ار بلس 4 طالعين على البولفار برانسيبال. هما هادو هما اللي تيبانو لكم هنا، هادو هما لي ار بلس 4. فوالا، الوغ بور لي سوبرفيسي عندنا اونتر 160 و 177 حتى 177 177 فوالا. الوغ بارابور ار بلس 3 عندنا من 110 حتى 126 110 حتى 126 اي بارابور ساكنين ار بلس 2 فيهم 101 متر كاري، كلهم 101 متر كاري عندنا الميم متراج. واخا بين عندكم مساحات خضراء، شتكم نتوما اول ولا تقريبا الوحيدين اللي كاينين في السوق اللي عندهم 4 ديال الهكتارات. من واش هادشي بصح 4 ديال الهكتارات عطيتوهم كاملين
فقط الخضورية الشجار ما إلى ذلك. Effectivement, باش يكون البروجي ديالنا كي في ليكسيبسيون في حد السوالم. On a investi énormément pour sur les espaces verts. باش نعطيو الناس واحد المتنفس اللي ما كاينش في المدينة ديال حد السوالم. هذه شي حاجة اللي واعرة واخا هذه حاجة. وشكون كاتبين لها في البانو بأن مصاريف ديال التحفيظ والتسجيل عطينها في شقق ديال 25 من واش هذه غير إشهار ولا حقيقة؟ لا بصح هادشي عندنا هاد لا بروموسيون حتى ل 31 ديسمبر. Alors les appartements dans 250 dirhams, 25 millions, fi ha masarif dial mouattaq inclus, ma kaykhlsou walu de plus. Alors l'avantage li adna f l'économique aussi, c'est que ma kanbi3ouch sur la maquette, kanbi3ou ddar kantkhliha w kantchoufha w kattchouf chemch w kattchouf koulchi ada kattchriha. Daba ana un client, j'espère ghadi ndkhl l'appartement. دونك واش ممكن تنعزل مثلا واش غادي ما غاديش تقولوش ليا بحال الاخرين كيقولوا لي 4 ايطاج اللي بقى هو اللي داير في هذا دوتو سيدي انا كنقولها لك دابا في الفيديو ديالك اختار ليطاج اللي مناسبك لا فيو اللي مناسبك وعندنا لا ديسپونيبيليتي داكو انا غادي نخلي لكم الرقم ديالهم ديال حدائق الساحل اللي بغى يستافد من هذا العرض هذا اللي هو عرض استثنائي ها انتم عاود كنعاود نوريه لكم اللي غادي يكون شاهد عليا هو انهم دايرين دي زابارتمون 25 مليون وبالرسوم ديال التسجيل والتحفيظ عاطينهم زائد ديرو التيغان كيبيعوا ديرو التيغان اللي بغيتيه راه كاين اذا شوف انا غادي نخلي لكم النيميرو ديال التليفون ديال حدائق الساحل اللي جايبين واحد لوفر واعره في هذا المعرض هذا شي حاجه انو با غاتي اذا كنقول لكم اعزائي المشاهدين بقاو معايا غادي نزيدو نشوفو مشاريع اخرين استاذ واش عندك شي اضافه اللي ممكن تقوليها الناس ديال كازا والناس ديال حد السوالم واحد الاضافه اللي بغيت نزيدها سي كو لا ليفريزون ايميديات يعني كتجي كتسكري في لوفر ديالك كتاخذ لك لي ديالك سوا هادشي ماشي حتى في لو تيغان حتى في الاراضي الاراضي كنبيعو غير لي تيتر لي تيتر فرونسي ديسپونيبل ما كنديروش لا ريزيرفاسيون يعني شري اليوم بدا تبني الارض ديالك من غدا فوالا شي حدائق السوالم شنو جايبه ولا حدائق الساحل عفوا اللي في حد السوالم شنو جايبه جايبه لك شي حاجه اللي واعره باش قلت لكم راه هذا المعرض هذا راه كاينين فيه شي ميزات اللي هما زوونين واخا بالنسبه لهاد لي لوتيغون عندكم قلتي لي ار بلس 3 ولا ار بلس 4 واش يعني تقدري تعطيني مثلا فكره غير صغيره ابارتيغ دو كومبيان مثلا ار بلس 2 ابتداء شنو مثلا بغيت اربعه هنا غادي نعطيك ليكسيبسيون كون في بور لو سالون سي كو اون فير لي ار بلس 3 كوميرسيال ابارتيغ دو 3800 ديرهم 3800 dirhams. Commercial. Et aussi, on a en fait par rapport à la partie habitation à partir de 2900 dirhams, exceptionnellement pour le salon. Tu barques Allah, masha Allah. حدائق الساحل جبت شي حاجه اللي هي جديده شي حاجه اللي هي واعره لا بالنسبه للبراتم لا بالنسبه للاراضي ولا بالنسبه للاسباس فيغ ها هو النيميرو ديال التليفون ديالهم غادي نخليه لكم هنا اعزائي المشاهدين هو هذا 06 61 14 40 99 وكاين اللي بغى يدخل لو سيت انترنيت ديالهم هو لي جاردان دو ساحل .ma ها هو كنعاودو كنقول لكم اعزائي المشاهدين شكرا بزاف على المشاهده ديالكم الشركه اللي بقيت ولا اللي عندها بزاف ديال المنتوجات ولا عندها بزاف ديال العقارات هي الصفاء بيت ستون ديالهم ستون تبارك الله ما شاء الله جا في الدخله انت البروجيات اللي شتي عندهم شي حاجه اللي هي واعره فان كيبيعوا شقق وكذلك عندهم فيلات وفيلات شي حاجه دو لوكس شي حاجه اللي قليل فاش كنسمعوا بها شي حاجه اللي هي ايكولوجيك كنعاودها شي حاجه اللي هي ايكولوجيك سي زهير مرحبا معك طريق من القناه ديال اف في ال كنحاولوا ما امكن اننا نعطيو الناس معلومات كافيه على اي حاجه كتم العقار واحد الحاجه اللي سمعت دابا عاد كدور هي ان عندكم شي مشروع اللي هو ايكولوجيك نوعا ما شي حاجه اللي ما عمرني ما سمعتها تقدر تشرح لي شنو هو النوع ديال هذا العقار هذا اللي ولا هذا المنتوج الجديد اللي جبتو نتوما هو كونسيرنون هذا البروجي هذا هو بروجي ديال لي فيلا اللي غادي يكون في طريق اوريكا دونك الناس ديال كازا راه عارفين طريق اوريكا مزيان بيسكو حنا كاينين دابا في هذا ليفينمون اللي كاين في كازا اون فاب بار بروجي ديال لي فيلا اللي كيبداو ب 170 مليون كونسيرنون هاد لي فيلا ايكولوجيك علاش هما ايكولوجيك حيت اول حاجه كيكون عندهم باركينغ سو سول دونك ما كاينش لا سيركولاسيون تما ديال لي فواتور او نيفو ديال لي فيلا تما دونك كيكونوا دي غولفات اللي هما اوفيرت بور شاك فيلا دونك باش ماشي شي فيلا كيعطيوك غولفات اللي هي اوفيرت كما قال لنا سي زهير ياك لي فيلا ديالهم بعدا ما غاديش تمشى بالطوموبيله ديالك باش نهضروا نيجان الطوموبيل ديالك ما غاديش تحركها كاينين الكاف سوتيران اللي كيدخل لهم لي فواتور وكتمشى بدي غولفات بما معناهم داك الطوانيبيلات اللي كيكونوا ديال الغولف اللي كنشوفهم عاده في لي غولف راه هما هادوك اذا دي فيلا شي حاجه اللي هي واعره من ناحيه ديال الديكوراسيون ديالها اكسترن وميم انترن هاد لي فيلا هادي بشحال عندكم فيهم ديال المساحات المساحات كيبداو عندنا من 173 متر كاري ابيتابل
173 متر مربع ابيتاب قلتي لي في الطريق ديال اوريكا طريق اوريكا دونك دابا اللي بغى يشوف وياخذ معلومات اكثر يدخل غير للسيت ديالكم يمكن سميتو الصفاء بيت.com هالنمره ديالهم ديال التليفون اللي بغى يتواصل معاهم وبغى يشوف هاد العقارات هادو واللي نزيدكم عندكم حتى دي زابارتمون ياك عندنا زابارتمون وصراحه كاينين في دي زونبلاسمون استراتيجيك في مراكش والثمن راه 8500 درهم للمتر كاري في مراكش في وسط مراكش اعزائي المشاهدين هذه حاجه عاوتاني اللي واعره ميزه ميزه كما قلت لكم راه اليوم جيت لهذا المعرض باش نقلب لكم على ميزه 8500 درهم في مراكش راه ماشي كنهضروا مثلا على مدينه عاديه راه تتهضر على مراكش المدينه التوريستيك ديالنا المغربيه المدينه اللي هي واعره كاينين ابتداء كما قال لي السي زهير ب 8500 درهم لي زابارتمون ولي سوبرفيسي واش عندكم دي سوبرفيسي اللي هما كبار ولا عندكم دي سوبرفيسي اللي صغار ولا عندنا لي سوبرفيسي صغار سوبرفيسي كبار دونك على حساب البيزوان ديال الكليون ديال الكليون دنا اعزائي المشاهدين كانت تهميزه واعره لا من ناحيه الفيلات اللي كما قلت لكم فيلات ايكولوجيك الناس اللي كيقلبوا على دي فيلا اللي تكون شي حاجه واعره ونزيدوا عليها بالنسبه للثمن ديال المتر كاري ديال لي زابارتمون 8500 درهم راه ولينا كنسمعوا على حاجه اللي هي عاديه ما بالك في مدينه مراكش دونك كنقول لكم اللي بغى يشوفهم فما عليه اللي يدخل للسيت ديال الصفاء بيت ولا النيميرو ديال التليفون ديالهم هنا غادي نعاود نصوروا لكم باش تشوفوا معايا باش كونتاكتوا مثلا مع ان كوميرسيال ديالهم وتشوفوا هذا العرض هذا ونقول لكم بقوا معايا باش نشوفوا عروض وحدين اخرين سي زهير كنقول لك شكرا بزاف وشكرا بزاف للصفاء بيت على الاستقبال ديالكم مرحبا شكرا اذا سيداتي سادتي وصلت للبروجي ولا وصلت للستون ديال الشركه اللي سميتها لوكسافيا لوكسافيا عندها بروجي حتى هي اللي هما مختلفين غادي نتلاقى مع لا ريسبونسابل على هذا الستوند هذا هي اللي غادي تحاول ما امكن انها غادي تعطينا معلومات اضافيه على هاد لي بروجي ولا على الشركه ديال لوكسافيا شكرا بزاف بعدا على الاستقبال ديالك كنقول لك استاذ عفاك البروجيات ولا شنو جايبين نتوما من منتوج لهذا المعرض هذا شنو جايبين باغ اكزومبل واش عندكم اراضي ولا عندكم فيلات ولا شنو عندكم بالضبط بصراحة عندنا لي دو عندنا لي لو تيغان ابارتيغ من 500 متر كاري حتى 700 متر كاري اي اوسي عندنا لي فيلا سيمي فيني داكوغ هادشي فين كاين؟ هادشي كاين في الطريق ديال الشريفية يعني واحد 2 مينوت على افوني محمد 6 في مدينة مراكش داكوغ وبالنسبة لي بخي ديالكم شنو هما؟ لي بخي تيديرو 2800 ابارتيغ 2800 المتر كاري 2800 درهم للمتر كاري ديال كل فيلا ديال لو متر كاري لي لو تيغان وبالنسبه لا فيلا لا فيلا كيديروا 3.4 مليون على حساب لا سوبرفيسي اللي بغيتي كتاع كتهبط لو بري كيطلع لو بكينين كنقول لكم ها هي لوكسافيا راه جايبه دي لو تيغان ديال دي فيلا بشحال جايبهم ب 2800 درهم ابارتيغ ياك استاذ راه كاين اللي كبر كاين اللي قل ما غاديش تقولوا بان لا حق راه سمعنا 2800 فقط راه كاينين على حساب لورينتاسيون ديال كل تيغان كيفاش كيكون لو بري ديال مي ليداتي ساداتي قبل ما غادي نمشي من لوكسافيا من ستون ديال لوكسافيا غير فجأة وانا حنا تنهضروا وانا نسمع واحد الخبر اللي هو زوين في مراكش ممكن تاخذ دار اللي هي سومي فيني عفاك استاذة قلتي لي فين بلاصة فين عندكم قلتي لي واحد لو بروجي دابا عاد فين بلاصة مين تاكل؟ حنا جينا في الطريق ديال ورزازات يعني في الشواطر بالضبط يعني واحد 13 كيلومتر على مراكش 13 كيلومتر على مراكش بشحال قلتي لي الثمن ديالهم هادو هي كتجي ريزيدونس فيرمي كيجيو ار بلس دو سيمي فيني كيديروا 55 مليون سمعتوا شنو قالت 55 مليون في مدينه مراكش الثمن ديال البارتمون ولا الثمن ديال الاستوديو ممكن تاخذ ار بلس دو اللي هي سيمي فيني شي حاجه اللي هميزه كما وعدتكم غادي نعطيكم نيميرو التليفون ديال هاد لو بروجي هذا اللي هضرت عليه وممكن تاخذوا معلومات اضافيه عندنا النمره ديالو هي 06 61 55 22 77 نعاودها 06 61 55 22 77 إذن أعزائي المشاهدين أنا قلت لكم دابا ستون ديال لوكسافيا شنو جايب وشنو هما المنتوجات ديالو